السلام عليكم يا شباب، الأخبار؟ في الفيديو اللي فات عملنا التايتل على السكشن وظبطنا الدنيا بحيث ان هو يكون كل السكشنز يكون نفس الستايل بنفس الاستراكشر بتاع HTML. وكنا قلنا في المرة اللي فاتت ده هيفيدنا في ايه؟ هيفيدنا ان نفس ال CSS اللي كتبناه هو اللي هيتكرر، هو اللي هيطبق على كل حاجة، مش هنحتاج كل شوية نكرر CSS في كل مرة نعمل سيكشن. فده وفر لنا جزء كبير جدا من سي اس اس بتاعنا، تمام. وهنحاول نمشي بنفس الاسلوب دوت في كل حاجة بنعملها. لو لقينا حاجة بتتكرر معانا، ستايل بيتكرر معانا، خلاص نعمله شيرت او نعمله جلوبال بحيث ان هو يتطبق على اي حاجة بنفس الشكل ده، تمام. كويس، عملنا التايتل، عايزين نعمل بقى الباراجراف. والطبيعي في اي ويب سايت بيكون الباراجرافز كلها او التكست كله بيكون نفس الستايل، يعني بصوا فونت سايز معين ولون معين. لو لاحظتوا هتلاقوا نفس اللون ده فونت سايز ده هو نفس اللون والفونت سايز ده، يختلف بس ان ده ريجولر وده مثلا بولد مثلا. ولو نزلنا اي سيكشن هتلاقوا نفس الفكرة، اهو نفس الفونت سايز نفس اللون. ننزل كمان، هو ده ما يعتبرش باراجراف، اهو نفس اللون نفس الفونت سايز. وبالتالي هنا كمان اهو، وبالتالي دي حاجة بقت شيرد. اي باراجراف في الويب سايت كله هيكون بنفس اللون وبنفس الفونت سايز. خلاص نعمل الكلام ده، تعالوا بينا نطلع فوق. خلينا متعودين ان في الجزء اللي قبل ما تبدا، يعني قبل ما تبدا انك تستايل كومبوننت او تستايل جزء معين، تكون حاطط كل الديفولتس بتاعتك. يعني ايه الديفولت؟ تكون حاطط كل الديفولتس بتاعتك، تكون يعني تكون حاطط كل اساسيات الويب سايت بتاعتك. يعني مثلا الباراجرافز بتاعتك هتكون شكلها عامل ازاي، التايتلز بتاعتك تكون عامله ازاي، وهكذا، تمام. فهنحط الباراجراف بتاعنا، هنتفق مثلا ان هيكون الكالر بتاعه زي الكالر دوت اللي هو لو مش هكون زيه بالظبط، ثواني هنحس فيه اختلاف. يعني نشوف هنا كده، المفروض ان هو ده اللون. احنا كنا عملناه كده في بس في الفيديو اللي فات، بس رجعت يعني نخليه كده احسن، هو كده احسن بكتير. فهنعدل بس اهو ده اللون الباراجراف، ونتأكد برضو ان هو اللون. اهو هو اللون زي ما فعلا كنا عاملين. فهنعدل بس اللي كل دي فايف اللي كنا عاملينها ديت، نخليها 3 ساعات، 9 ساعات يعني بغض النظر، تمام. الفونت سايز بقى اعتقد هتكون 16 17 حاجة كده. هنا الفونت ده غريب اصلا، عشان كده مستخدمتوش، فالفونت سايز بتاعته يعني غريبة جدا. تمام، اعتقد تكون فونت سايز 17 بكسل. نشوف مع بعض. صحيح احنا لسه ما حطيناش باراجراف اصلا، ماشي. احنا عملنا سيكشن هيدر اهو، نفس كده عشان نكون واخدين بالنا، تمام. نقول ايه؟ div plus section body. هيكون في paragraph، هنديله اسم بي اسم class اسمه paragraph. هنحط في التكست دوت، هو كده lorem ipsum. يعني ايه لورم امسم؟ يعني ده ويب سايت اسمه ابسم، في ويب سايت اسمه لبسم دوت. هحط لكم اللينك بتاعه في الديسكريبشن بتاع الفيديو. ده بيكون فيه تكست دامي كده، تحط زي ما انت تحط اي تكست كده. لو انت عايز تجرب ويب سايت فعايز تحط اي تكست وخلاص، فهو بيديك اي تكست لو عايز تحطه يعني، تمام. اهو نروح ونشوف هناك،
مظبوط، بس محتاجين يتصغر شوية، يكون 16 مثلا، ويكون فون سايز هو ده الرجل. هو تمام ماشي، هيبقى 15 بقى، أعطاه 15 كويس. اونلاين هايت تظبط شوية، ونص أعتقد كده كويس، واحد ونص يمكن، 1.6 من 10 ماشي، 1.6 من 10 كويس. ممكن 14 بكسل، خلينا 2 كتير، 1.8 من 10 كويس أوي ماشي. نظبط الدنيا كده، بس مش هنخليها بيه بقى، هنخليها باراجراف أحسن. فون سايز احنا قلنا كام؟ 14. واللاين هايت 1.8 من 10 جميل مظبوط. ال ده هيعتبر باراجراف برضه، بس ليه حاجة مختلفة. وبما ان الشكل ده هيتكرر معانا، اللي هو هيكون في اسم شخص والتايتل بتاعه، لو تلاحظوا هنا لو نزلنا للتصميم تحت الموضوع بيتكرر معانا هنا، واعتقد هيتكرر تحت كمان لو ما اتكررش تاني، بس هو اتكرر مرة، فبدل ما نعيدها هنعملها بشكل واحد يعني شير اهو. هنوز باراجراف، انا اسف، كلاس باراجراف، بس هنسميه مثلا اوثر مثلا. جميل، اوثر ده بقى هيكون في سبان، كلاس ده يكون بلاك. تمام، ده يكون بلاك، وده يكون ايتاليك. او كنترول شيفت دي ايتاليك. جميل، توماس انجسي. ودوت الداش بتاع اللي هو حاططها، ده ماستر شيف ات الريستورانت، اي ريستورانت ماشي. جميل، عندنا هنا الاوثر هيكون في بلاك، ده البلاك ده هنخليه كلاس عام، عشان لو في حاجة تانية عايز نخليها بلاك. الاوثر وده ترك نفس الكلام، عشان دي حاجة عامة قوي يعني. فونت ويت، مش كانش فونت ويت، كان فونت ايه بقى، عشان نسيت، كان فونت ستايل تقريبا. فونت ستايل، نروح ونشوف هناك. تمام مظبوط، بس ده محتاجين يكون بولد شوية. ونعمل برضو بولد، فونت ويت 600. تمام جميل. الاوثر ده بقى عايزينها تكون تحت شوية، ما تكونش لازقة فيها، ما تكونش قريبة منها كده. فهنعمل مثلا، ولنفترض أعتقد هتكون 30 مثلا، ولا حاجة زي كده، 40، هو عاملها 55 تقريبا، بس خلينا نعملها 40 مثلا. في حاجة عامة هنحطها هنا برضو، اللي هي السكشن بادي، في لو في أوثر السكشن بادي، سيكون مفيد ايش اوثر
أوريجين توب 45 بكسل. أنا كتبها غلط. سكشن بودي فيو هنا مش زيادة. ماشي ممكن هذا 55. ماشي 55 كويس. ماشي تمام كويس. فاضل بقى كمان الزرار بتاعنا. هو مش زرار، هو لينك هيودي على حاجة. إذا فيجن لا ده الطلب. ده الزرار لما المفروض هيدوس عليه هيروح لمكان تاني سجل الطلب بتاعه. نعمل الزرار ده، هو هاش دلوقتي. ناخد الكلمة الغريبة دي ريفرزيشن. معرفش ايه الفونت الغريب اللي هو مستخدمه ده، بس يلا ماشي. ناخد الار كابيتال. ايه تاني ايه تاني؟ عايزين بقى نعملها بوردر ده وننضفها يعني. ده شكل بوتون مش شكل لينك، فعشان كده هنعمل كلاس اسمه بوتون. هنديله كلها هنديله، وبما ان دي حاجة بتكون عامة على الويب سايت كله فهنحطها فوق خالص. طب ممكن حد يسأل سؤال، ليه نحطها فوق خالص؟ اشمعنى فوق خالص؟ ليه اشمعنى قبل ما اكتب اي سؤال اي حاجة؟ علشان دي تكون مثلا الحاجة الأساسية بتاعتك، لو حابب تأوفر رايدها ما يحصلكش أي مشكلة. يعني مثلا لو جيت تحتيها وجيت أكتب مثلا في الهيدر هيكون في بوتون بس هيكون مدلونه مثلا أخضر، يوفر رايده عادي. لكن لو ده الديفولت بتاعي أنا، ده حطيته تحت خالص هيأوفر رايد أي حاجة أكتبها فوق، يعني أي حاجة أكتبها في كومبوننت فوقيه. فده خليه ورق يعني، خليه في لما تيجي تكتب أي حاجة ديفولت بالنسبة لك اكتبها في فوق خالص هنا، علشان عشان لو حابب اوفر رايد او تغير فيها حاجه في كومبوننت معين او في حاله معينه ما تواجهش اي مشاكل. تمام. هنا طبعا اللون، سوري، الفونت فاميلي هيكون الفونت دوت اللي هو بتاع التايتل فين اهو. تمام. وهيكون ليه بوردر 1 بكسل سوليد. اعتقد هيكون 3 تلاتات اللي هو الديفولت اللون عندنا في التصميم كله، 3 تلاتات اللي هو اسود اللي هو تحس انه باهت سنه كده. اللي عايز يعمله اسود اسود عادي يعني يعمله، ما فيش مشكله. واخد بادنج اعتقد هيكون 8 بكسل فوق وتحت و10 يمين وشمال. 8 بكسل 10 بكسل. تمام. محتاجين نزود البادنج شوية ونغير اللون ده. اللون ده عايزين نخليه inherit. اللي يعني ايه inherit؟ يعني ياخد من البيرنت بتاعه، ما ياخدش الديفولت لون بتاع الانكور تاج. فcolor inherit inherit يعني يعني ياخد من البيرنت بتاعه، ياخد من الاب بتاعه، يشوف الاب بتاعه واخد لون ايه وياخد، عشان لو غيرنا اي حاجة في الاب يغير فيه هو كمان، ما نقعدش نغير فيه كل شوية. تمام. والبادنج هنخلي 15 20. نقلل شوية اللي فوق دوت، اعتقد هيكون هي 10 كفاية اوي. معرفش ايه بقى، من تجارب كتير وانا بستايل بوتونز بالذات، او لما اجي اعمل بوردر لحاجة زي كده، الشكل بيظبط قوي لما اكون البادنج فوق وتحت نص البادنج يمين وشمال. انا ما عنديش اي مصدر بيقول ان لازم تعمل كده، بس انا جربتها كتير لقيت فعلا شكل ما بيظبطش لما اعمل كده. ممكن ده حقيقي او ممكن انا نظري يعني انا شايفها كده، بس فعلا الشكل ما بيظبطش لما اخلي الفوق وتحت نص يمين وشمال، الشكل بيكون عندي احلى بكتير. وجهة نظري مش اكتر يعني. تمام. عايزين نخلي، طب ماشي، موضوع الكار انهيرت ديت عشان واجهتنا لو تفتكروا واجهتنا برضو في الهيدر، فعايزين نخليها عامه بقى عشان مش كل شويه نعمل، لان كل ما نقابل انكور تاج يقابلنا الحاجه الجزئيه دي. فنعمل ايه فوق خالص بقى؟ دي تعتبر يعني حاجه
ديفولت في الكور نفسه بتاع التاج في الستايل، فنعمل ايه فوكس الهوفر والفوكس هيكونوا كلهم color inherit و text decoration none. اللي هو text decoration ده اللي هو الخط اللي تحتيه ده، تمام. نعمل refresh او بصوا ما فيش اي مشكلة معايا، تمام. عايزين بقى البوتوم بقى نفسه يكون ليه effect معين، اللي هو مثلا اول حاجة الفونت سايز بتاعه اعتقد هنخليه 18 او 17، فونت سايز 17 بكسل، اعتقد 17 كويس نسبيا. وعايزين كله يبقى كابيتال، فعشان نخليه كله كابيتال مش هنروح بقى للاتمن ونخليه كابيتال كله، ففي حاجة اسمها تكست ترانسفورم، دي بنحدد منها بنحدد منها اسمه ايه الحروف، يا ترى كلها كابيتال ولا هيبدأ بحرف كابيتال بقى سمول ولا كله سمول ولا ايه. فعايزها كابيتال فهنعمل ابر كيس تكست ترانسفورم، لا ما كانش تكست ترانسفورم ولا كان تكست ايه مش فاكر، اورينتيشن تقريبا. طب خلينا نعمل كده، انا كنت فاكر ترانسفورم تكست ترانسفورم تقريبا، اهو هي تكست ترانسفورم. انا مال مال السبلايم عندي متضايق ليه من ترانسفورم دلوقتي خلاص عرفتها بعد ما ماشي، فاهم. تكست ترانسفورم ابر كيس اهو، قلنا فيش الدنيا تمام. ناس بقى نخلي فونت ويت بولد، جميل جدا تمام. اعتقد محتاجين نصغر الفونت سايز شوية، وبما ان عملنا بولد فمحتاجين نكبر بادي هنا شوية ونضرب هنا، اعتقد كده كويس. 23 ماشي، 15 و 23 تمام كده كويس، 15 و 23. بعدين برضو ننزل تحت شوية، هنعمل بادنج توب، لا بس بادنج سوري المارجن مش بادنج، بس المارجن ده مش هنعمله على العام، مش هنعمله ستايل عام على كله، بس عشان الله اعلم البوتن ده هحطه فين. ممكن في مرة عم احطه في الهيدر، ممكن احطه في حتة تانية مش محتاج المارجن ده في كله. فهنروح بقى هنا هنروح فين بقى، هنسمي السكشن ده مثلا ايه كوكينج ارت ما اعرفش ايه، عايز هقولك برضو عايزين نعمل ايه عشان تكونوا معايا في التفكير. عايزين نقول ان في السكشن ده بس هياخد ستايل معين، فانه في السكشن ده اسمه اول ستوري، فهنقول ستوري سكشن، مش لازم نكتب اول ستوري سكشن يعني نختصر شوية. اهو ستوري سيكشن، ستوري سيكشن بوتون، او ممكن مش بوتون بقى عشان نحدده، عشان لو افترضنا مثلا في كذا بوتون هنقول ده ريفرزيشن بوتون، او نختصر الكلام برضو نخلي ريزرفيشن عشان الاختصار هيخليها ملهاش معنى. فيرزيشن بوتون هيكون مارجن توب اعتقد 50 بكسل، حاجة زي كده 50، اعتقد اكتر من 50 كمان، اعتقد هيكون 80 كمان. ايه ده انا عملت ايه، مارجن توب 80 بكسل، ايش ايه المشكلة بقى؟ ولا عشان الانكور تاج انلاين، تمام. الانكور تاج عشان الديفولت بتاع ديسبلاي انلاين فما بياخدش مارجن توب، شو الديفولت بتاع اونلاين فما بياخدش مارجن توب ولا بوتوم ولا بادنج توب ولا سوري ما بياخدش مارجن توب ولا بوتوم، بياخد يمين وشمال بس. فعشان كده نعمله لاين بلوك عشان يبدأ يستقبل المارجن، اعتقد كده تمام مش محتاجين ننزله قوي كده،
وطبعا اليو اي ديزاينر هيفرق معاه الكلمة الموضوع دوت، بس هنعديها دلوقتي. هو 80 بيكسل كويس قوي، وهنعدل الجزئية دي هنا في موضوع الديسبلاي، في الديسبلاي انلاين بلوك. تمام، ناقص بقى في ال اعتقد ماشي. هنعمل الهوفر بتاع البوتون، بعدين نقفل الفيديو على كده. البوتون هوفر، عايزين يحصل ايه لما هوفر عليه؟ ادي باك جراوند كولر 3 3، والكولر هيكون ابيض. نوع تأثير بسيط يعني اهو. تمام، او ممكن عايزين نخلي حاجة خفيفة، ما نغيرش اللون، ونخلي باك جراوند مثلا اي او اخف كمان، نخليه اف 5 اف 5 اف 5، ممكن اخف من كده. بس لو حابب الحاجة يعني، هو دي اذواق يعني، تعمل اللي انت عايزه يعني. وكده كده المفروض يعني، لو انت شغال في شركة يعني محترمة، المفروض الديزاينر هو اللي بيقول لك هيكون شكله عامل ازاي في الهوفر، هيكون شكله عامل ازاي في الان هوفر، هيكون شكله عامل ازاي لما يتشقلب. المفروض هو بيقول لي، يديك الديزاين بتاع كل حاجة. ده برضو لا يعني، ده برضو ما يغنيش ان انت في حاجات هتعملها من دماغك يعني، في النص زي التأثيرات والحاجات دي، وانتوا هتظبطوها مع بعض يعني. نعمل فيديو على كده عشان نطول بشوية، وان شاء الله الفيديو الجاي هنعمل الفيديو، شكل الفيديو دوت، والدوتس دي هنعملها ازاي، الكلام ده هنعرفه ان شاء الله الفيديو الجاي. السلام عليكم.